الحين قاعدين نتعرف على قائمة الادمن بانل. ادمن بانل هذه هي طبعا فيها ثلاث اشياء اساسية. اول شيء سبون ايتم، نقدر نرسبن اي شيء موجود في الماب، اي شيء نقدر نرسبنه، ما عدا في اشياء معينة ما نقدر نرسبنها، لازم يعني خاصة. طبعا ان شاء الله راح احاول اني اذا لقيت وقت اني اصورها على بالك. اي شيء يجي على بالك في الجيم تقدر ترسبنه من هنا. طيب هنا بلاير ليست، طيب هذه يقول لك الموجودين في السيرفر، الموجودين في السيرفر في الوقت الحالي، تقدر تسوي لهم بان تحذفهم ولا يعني ما تبغاهم يجون عندك. هنا السبون هيومنز، يعني نقدر نرسب هنا الام بي سيز، الناس الموجودين في الجيم نقدر نرسبنهم، راح يكونون معادين، ما راح يكون يعني ثرول، لا راح يجي لك. لحظه خلينا نشوف هنا مستويات، في 2 و3 او R1، اي نوع من الام بي سيز اللي انت شايفينه هذا رسبنا، بس ضغطت عليه سبون ورسبه، راح يكون معادي هذا لي بالنسبه لي، ما راح يكون ثرول. لكن اذا حبيت تحطون ثرول سبون از ا كونفرتد ثرول، يعني هذا اذا كنت ابغى يصير ثرول لي، يعني خلاص مدرب ومنتهي محطوط في الويل اوف بين ومنتهي خلاص، بس اضغط على هذه راح يكون ثرول، راح يكون موجود في الانفنتوري حقتي. اضغط عليه الحين موجود في الانفنتوري حقتي. هنا behavior يعني تصرف الثرول، هل راح يكون عادي محايد او انت كل الموجودين في الجيم يهاجمهم. طيب human type exile، يعني ايش نوعية الهيومن، هل هو من نفس من طيب خلصنا من هذه وهذه. الحين بقى اهم شيء لكم انتم تقريبا، هنا يزيد الانكمبرنس، يعني اقدر اشيل اشياء. لحظه خلينا نشوف، ما ابغى اعدل لكم كيف تشغلون الادمن بانل. تقدر تشغل الادمن بانل هذه بطريقه سهله. اول شيء تضغطون على المنيو هذه، بعدين تضغطون سيتنج هنا، بعدين تجون سيرفر سيتنج تضغطون عليها، بعدين تختارون الادمن بانل هذا هي، بعدين يقول لك يو ار اور هاف ادمن رايتس، على ما اعتقد كذا تنطق، بعدين تضغطون باك يطلع لكم قائمه جديده ما كانت موجوده، هذه ادمن بانل تضغطون عليها وتطلع لكم هذه القائمه. زي ما قلت لكم الحين نرجع للقائمه اللي عندنا هنا الانكمبرنس، طبعا انا وصلت 28. يلا خلينا نشوف كيف لو بزيد. ليفلي 60، اقدر ازيد ليفل من الادمن بانل هنا، شوف زدت ليفل، يو هاف جين ليفل. يلا خلينا نشوف، صرت 61 بكل بساطه. نرجع هنا اذا كنتوا تبغون توصلوا ليفل معين، خلينا نحط يعني تكتبون مثلا 70 80 60 كذا، بعدين تقولون ليفل تضغطون على هذا ويشتغل. هنا لا ما ابغى يشغله. طيب هنا من مينيمال هيلث، يعني نزل الهيلث اقل شيء ممكن حقتي. الحين تروح راحت، شوفون قاعده اتالم. ارجعه بكل بساطه ادمن، بعدين نكتب هيلث ماكس. شفتوا كيف نرجع؟ شفت الهيلث كيف ارتفع؟ الحين نرجع للادمن. هنا الفيت طبعا يعطيكم النقاط، لحظة النقاط اللي تكون هنا، هذا الفيت مو يكون عندكم نقاط افايلبل، تقدرون تزيدون النقاط فقط ضغط على الزر هذا فيت. لاحظوا هنا زادت 28. ثلاثين يعني زادت. اوكي تقريبا هنا خلصنا. هنا شو ستاتس، ما قد استخدمتها،
ومثلا هنا اذا بغينا نطير نضغط اف راح اطير. شوفوا اقدر اروح والف شجرة يعني امر من داخلها ما اقدر. اما اذا ضغط ادمن جوست على جوست راح اهبط. اوكي راح اشيل الجوست بس انا لازم تفلاي. اذا بغيت تجرون الفلاي نضغط الوك وراح اوقف خلاص. ادري هذا بعد ما اعرف له ولا هذا ولا قد جربتهم صراحه. هنا نقدر نزيد السرعه، سرعتنا حاليا 1 نقدر نزيدها نحط 4 بعدين ابلاي. شوفوا اول شيء لا خلينا نشوف عارفين انتم المشي الطبيعي. شوفوا سرعه المشي الحين نرجع عاد. هذه ممتازه تستخدمونها في اكتشاف الماب. طيب نرجع زي ما كنا 1 ابلاي. الحين الاشياء هذه اللي هنا خلنا نضغط الحجره هنا. حاليا ما يقدر يشوفني تشوفوه ما هو قادر يشوفني. خلنا نضغط على الادمن بانل هذه ان كلوك. شوفوا حجره شافني شافني. نرجع الادمن بانل يصير كلوك الحين ما يشوفني مرة ثانية. هذه تعتبر اني اكون مختفية ما يشوفوني ال NPC او اي شيء موجود في الماب. ما ادري عن الاشخاص الحقيقيين ولا لا يشوفون ولا ما جربت هالشيء قدام البلاير الثاني بس ما يشوفوني الحيوانات وال NPC الموجودة فيه. الحين عندنا 2 جاد وديمي جاد. الجاد مود يعتبر منيع جدا يعني ما يقبل شخصيتنا اي دامج او اي تأثير عليها 0%. اما في حالة الدامجات كان في مجال في نسبة معينة ياخذ ما ادري ممكن نصف او شيء من الدامج يعني نفس الشخصية تقبل يعني اذا ضربني بقوة ممكن تنزل HP. وبعد في حالات في مرات يوصل انه يقتلني اذا كنت حاطه الجاد مود. زي ما انتم شايفين هنا انا جيت عند عش ال عش التنانين في المنطقه هذه. طبعا في عشين في المنطقه في فروخ كثير فقلت خلني اجرب مع الفروخ ومع ام التنين. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. يلا ان شاء الله يكون واضح. يعني ما تنشاف اختفي. الحين شوفوا اختفيت اختفيت فعليا ما انشاف حتى انا ما اقدر اشوف وين انا بالضبط. طيب خلينا نشوف اذا كنت يشوفوني ولا لا اذا صرت ان كلوك. بس انا اللي ما اشوفهم الشخص الحيوانات الموجوده في الماب بتشوفني. هنا نو سبرنت كوست نو سبرنت كوست يعني لا تكلفه للجري بسرعه. 4 5 اوكي يلا ما له اي اثر. في طريقه نقدر ننتقل في الماب باستخدام الادمن الادمنيه واللي هنا شايفين زي ما شايفين في الكيبورد. نضغط على كنترول في الكيبورد وعلى زر الفأرة الايمن يطلع صوت مو هو زين صراحه. بس انتبهوا من الشيء اللي حصل من شوي انكم تطيحون في مكان وانتم ما انتم حاطين الجاد مود الجاد مود. اوكي خلصنا من هذه الجوست. طبعا اني اصير اقدر ادخل داخل المباني زي ما انتم شايفين. طيب انتهينا من هذه الاشياء.
نجي على هذه المنطقة hunger and thirst. hunger and thirst هنا راح نجوع ونعطش. إذا اخترنا هذه eating وhungry ولا thirsty، هنا إذا ضغطنا على هذه راح أكون جيعانة، وإذا ضغطت على هذه راح أكون عطشانة. طيب إذا كنت ما أبغى أضغط على هذه water يزيد الماء، وهذه يزيد الفود الأكل، أشيله hungry and thirsty. بس هنا راح يكون داخل الجيم راح يجوع مع الوقت، أخذ وقت راح يجوع. إذا حبيتوا تلعبون الجيم بدون عامل الجوع والعطش فقط شيلوا هذه وما راح تجوعون أبدا ولا راح تعطشون أبد. هنا الأشياء الانفيرمنت daylight day night cycle control، يعني النهار والليل وتأثير التأثير كيف نتحكم فيها. نضغط هنا على time of day، هنا dusk dusk يعني المغرب. المغرب. طيب نشوف مرة ثانية عاد مثانا مرة أخرى مرة ثانية ونشوف هنا إيش في بعد. في نون الظهر، الظهر يعني في الساعة 12 في الظهر الشمس في كبد السماء. دون الفجر، الحين شمس شوية تطلع عاش. لا تقريبا أنا ما حاولت أجرب هذا 24 يعني 2400 يعني 24 ساعة. طيب كم أبغى الساعة؟ هذه مطرت مرة ثانية، نشوف عاد قوة المطر والضباب. طيب بدأ منه بدأ، يلا حاول أشوف أنا أقدر أوقفه ولا لا. خلنا نشوف. راح ياخذ وقت لانه هذا طقس سيرفر كامل، ما مو معقول يعني نبغى فجاه كذا يوقف. شوها خف الصوت. هذا هو وقف المطر. إن شاء الله يا رب يكون شرح واضح. هذا هو وقف المطر. نرجع مرة ثانية للبانل admin panel. تقريبا كل شيء شرحناه اللي أعرفه بالضبط. نرجع في شيء هنا أبغاكم تشوفونه، هنا الأتريبيوتس نقدر من الضغط على هذه هنا تمسح كل الأشياء الموجودة عندنا. والفت نفس الشيء، هنا يقول لك reset all يمسح كل الأشياء اللي اشتريناها. نضغط على هذه، طبعا هذه أشياء تعلمتها من كتب ما أقدر أمسحها، بس اللي نقاط اشتريتها بالنقاط من الجيم مثلا أشياء أنجزتها تجيني النقاط هذه الأفايلبل. شوفوا هالنقاط حقتي هنا ما راحت، أقدر أشتري فيها مرة ثانية. طبعا نضغط F بس إذا ما أبغاها. هذه طيب هذه ميزة في الادمن، اذا كنت ادمن في السيرفر تقدر تعدل على نفسك. هنا شوفوا بعدين اضغط ريسيت ويمسح. ايش بعد ايش بعد ايش بعد وبس زي ما قلتوا شفتوا راح كل المطر وراح كل شيء، والحين نقدر نشوف كل شيء حتى الضباب راح. فاذا حابين تشيلون هالضباب زي ما قلت لكم تضغطون على الادمن، وهنا كلها لازم تكون صفر. بعدين راح يرجع كل شيء زي ما كان، تستمتعون بجو جميل وصحو لا مطر ولا غيم ولا ضباب ولا شيء. طبعا تستخدمون السرعة، اللي حاب يخلص يشوف الماب كلها بأسرع وقت ممكن. إن شاء الله يا رب يكون شرح واضح للأدمن بانل والأشياء اللي نقدر نستفيد منها، ويا رب تعجبكم الشرح. طبعا اذا حابين تشرحون وتتكلمون عن اي شيء، اللي يعرف شيء مميز شيء اختلف ممكن اقول اشياء غلط، هذه عن تجربتي بصراحه مو عن يعني ما حد قال لي. فاذا انتم عارفين شيء مختلف يا ريت تنصحوني تقولوا لي عليه.
وإذا عارفين شيء جديد أخبار طبعا أتمنى أن توصل لي في أقرب وقت ممكن، لا تبخلوا علي في أي معلومات زي ما أنا أحاول أني أساعدكم. إذا حابين تتصلون معي اتصال مباشر عندكم الديسكورد، إن شاء الله راح أكون موجودة فيه أكثر الوقت، وفي السيرفر طبعا أكون أمر فيه من وقت لوقت. معكم بكيزة جيمز، وأشوفكم في الحلقة الجاية، ومع السلامة.